السلام عليكم أصدقائي صديقاتي المحبين في النادي الحالي. أنا الآن في واد الجي، الواد الذي تجمعني معه ذكريات جميلة جدا، خاصة في جميع الفصول، يعني في الشتاء والصيف والربيع والخريف. كنت دائما أحب هذا المكان الذي لي فيه ذكريات جميلة جدا، لكن بعد 6 سنوات يعني الغياب ديالي على هذا المكان، لاحظت بأن المياه قلت، يعني والمكان يعني ما بقاش نظيف، والمكان يعني هجموا عليه بزاف ديال الناس اللي دخلاء على مدينة صفرو، وكيمارسوا فيه بعض يعني بعض السلوكات يعني لا أخلاقية، يعني كما كتشوفوا إزبال والمنقص، وسبب الماء هو أن الفرشة المائية يعني هلكوها داك صحاب الفوارام والكريانات وبزاف ديال يعني العوامل اللي جعلت هذا الصبيب هذا ديال واد الجاي ينقص. وفي ظل الغياب يعني مراقبة ومسؤولين على الشأن هذا ديال يعني ديال الحفاظ على الثروة المائية، يعني كيبقى واد الجاي يعني دائما يعني يبقى يعني يثابر، يعني كيكافح حتى هو باش تبقى في هذه الزغمة هذه، رغم انهم يعني حفروا الابار الغير المشروعة يعني بواحد الشكل كبير اللي جعلوه انه ينقص، من جعلوا الفرشة المائية تنقص يعني وتوصل لهذا المستوى هذا ديال اللي كنعرفوا حنا واد الجاي. يعني واد الجاي كان الصوت ديالو كيتسمع منين ولاين كما كنقولوا، يعني ودابا حاليا يعني ولات فيه غير واحد الزغيمه هابطه، ربما السنين المقبله ما غاديش يبقى فيها حتى داك الزغيمه ما غاديش تبقى، والحمد لله على هاد الزغيمه هادي يعني اللي راه حنا كنستمتعوا بها دابا في هاد اللحظات هادي. انا يعني احب هاد المكان، يعني حتى النخاع، يعني هاد المكان كتربطني به ذكريات جميله، ويعني وكنحس براسي مرتاح في هاد المكان هذا اللي هو يعني كيحبوه جميع ابناء مدينه صفرو. وكنتمنى من الناس يعني يحاولوا من الزبل وما يلحوش الزبل في الطبيعه، وداك الناس اللي كيحفروا الابار يحاولوا يعني ينقصوا من داك الابار اللي جعلت الفرشة المائيه يعني تنقص. وهذه الرساله هذه كنتمنى توصل للمسؤولين على الشأن المحلي. وبهذا الفيديو أكتفي، إلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.